بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، بدأنا ليلتنا القرآنية بالذي هو خير، ونختتم بالذي هو خير، خير كتاب أنزل على خير نبي أرسل، كتاب الله الكريم. آيات بينات من كتاب الله تعالى ويتلوها على مسامح حضراتكم القارئ الشيخ أحمد خالد عبد القادر الشيخ. ندعو الله عز وجل له بالتجلي والتوفيق، ولنا ولحضراتكم وحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم وكان الله بكل شيء عليما يا سبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم يا ليخرجكم من الظلمات إلى النور
كان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ومبشرا ونذيرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا تطع الكافرين والمنافقين
المتقين ودعا عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ صدق الله.